صافي حنايا داك 18 العام هذه حنا خدامين في امانور وكنعانيو من التشرط فهمتيني، وهذا الشيء اللي دابا الكاوري هو مستشار قانوني جوعونا هذه 6 شهور، هذه 6 شهور هذه ما استفدنا لم داك من المسائل ديال كورونا، ما استفدنا من لاسينيسيس، ما استفدنا حتى من شي حاجه. الديور داك مول الكرا خرجنا من الديور ديال الكرا، دابا حنا ولادنا جيعانين، العيد ها هو جا، حنا كنعانيو من هالشي هذا، ما عرفناش المشكل لهالشي هذا من الجاي فهمتيني ولا. ودابا حنا كنطالبوا ونرجعوا نخدموا باش يعدلوا معنا المسائل ديالنا، انتينا كتشوف ويردوا المطرودين، يردوا المطرودين، حنا غادي نرجعوا من غد الى باغوا نرجعوا نرجعوا، هادشي اللي كاين فهمتيني. دابا حنا وليداتنا انت كتشوف انا عندي 5 د الوليدات لما خداميش، حنا غير جالسين من الكرا خرجنا، الموضوع ما جبرنا باش نخلصوه، كلشي تزير علينا على كل جهه وطريق فهمتيني ولا. ماشي غير انا، كاين الناس اللي ضاربين 20 عام، كاين اللي ضاربين كثار، وهذا الكاوري هذا ما فهمناه شنو باغي، فين باغي يوصل. هو كيقول لك انا ما كنعترفش بالقانون المغربي، ما فهمناش هذا الشيء هذا فين غادي يوصلنا. هادشي اللي كاين دابا حنايا كنطلبوا من السيد الوالي يتدخل يفك لنا المشكل اي وجه كان، وهادشي اللي كاين وشكرا. حنا عمال امانور اليوم جينا كنحتاجوا، اليوم تقريبا 6 اشهر من الاحتجاج والاعتصام في كل من الرباط وطنجه وتطوان. المشكل ديالنا هو طرد ممثلين النقابيين وممثلين العمال والاطر بدون سبب وبدون اي مبرر، وحنا هذه 6 شهور حنا كنحتاجوا باش الشركه ترد العمال يخدموا في المناصب ديالهم، وبان على ان الاداره ما باغاش تحل المشكل، وما عندها فيما كنطرحوا حنا شي مبادره اللي باش نخرجوا من هذا المشكل هذا، هي دائما كتخلق الاعذار باش تخرج منها، وكتراهن دابا في الاونه الاخيره على التجويع العمال في الدخول ديال العيد الاضحى. وحنا كعلنا في البيان ديالنا على ان عيد الاضحى يكون يوم احتجاج ويوم الصمود ديالنا، ما معيدينش هذا العام هذا. المطالب ديالنا هما الرجوع للعمال كحل وحيد لبدايه الحوار مع الاداره. 11 ديال الناس هما اللي مطرودين بدون سبب. السلام اخويا، 20 عام حنا خدامين مع هذه الشركه، طنجه كامل خدام خمنها كامله، تمشي تحت قادوس فيه 60 سنتيم، والنص فينا مريض دابا فهمتي، دابا النص فينا مريض، والصغير فينا عنده 45 عام، فين نمشيو؟ تخمنا طاشو انا دخلنا راسنا كحلشو، راسنا كيولي شايبه، ضرب معاهم 22 عام دابا انايا، وعندي ثلاث امراض مزمنه، في السكر وفي الاعصاب وكل شيء تركب لي مع هاد الناس هادو، فين نمشيو؟ وكاين ناس بحالي، شحال واحد مات، شحال واحد راه مقطع عليه رجلو، راه ملاوح، وشحال تقريبا نص فينا مريض. وما ما كاين حتى المسؤول اللي جا كيمزح فينا رجليه وكيمشي بحاله، حنا هما الضحيه دائما. ما استفدنا لا من كورونا لا من حتى شي حاجه، لا من الضمان الاجتماعي لا حتى شي حاجه، حنا مشردين دابا. وانا ساكن عيم عن سابي حاليا دابا، مول لك راه جري عليا ساكن عيم عن سابي، وكي عندي يلا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.